نحصلوا استقبال ضيوفنا، نبدلوا الاختصاص ونحكيو هون اكيد نهار الجمعه كان يوم التتويجات في النادي الافريقي وكذلك الاسبيرونس، باش نبداو نحكيو على تتويج فتيات نادي باب جديد ببطوله تونس ونستقبلوا الكابتن فادي العمراني حارس النادي الافريقي. فادي اهلا بك. عسلامة عسلامة، مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين الناس الكل ان شاء الله. شنو احوالك؟ شنو الامور؟ لاباس؟ تصور في صحه جيده بعد التتويج؟ ما خيرش من هكا نصور بعد التتويج، ظهر لي ما جابش شكون فرحان اكثر منك اليوم. والله الحمد لله، بالطبيعه فماش عبد نجمش يكون فرحان يهز بطوله نتاع تونس وبعد تعب كبير وسيزون طويله شويه تقصت ورجعت، دونك الحمد لله معناتها نجم نكون كاين فرحانه. احكي لنا شويه فادي على التتويج، كيفاش كان؟ سهل صعيب؟ لقيتوا صعوبات في الموسم؟ هو بداية الموسم الحقيقة كانت معناتها السيزون تاعنا ماشية فينا ساقطة، معناتها الحمد لله نحن لي سينيور ما خسرنا حتى ماتش، أما كانت الريزلتا نتاع السينيور ديما مربوطة بالكادات خاطر كنا ناخذوا لي بوان كوميول نتاعنا نتاع لي كادات، دونك من بعد كي جات الكورونا وقفت نشاط البطولة وكي رجعنا ديريكتومون سوبر بلاي اوف من غير لي كادات نتاعنا اللي هما كانوا معناتها مربوطين ببعضنا، يعني اللي نلعبوا على 6 بوان مش على 3 بوان، دونك ديريكتومون نونتاني لا دومي فينال تاع الشامبيونان، واللي لعبناه زاد وقتها رجعنا روتار شويه ومن غير حتى ماتش ميكال وكل، دونك كان صعيبه شويه المهمه نتاعنا. شهر تستحضر تلعب على التنافس على البطوله، دونك البنات الكل ضحاو وتعبنا برشا في البريباراسيون تاع الشهر مع لونترينور تاعنا، ولعبنا ضد نصف نهائي ضد جمعيه نسائيه برجيش، يعني جمعيه محترمه ياسر وتعبنا معاها في الدمي فينال الحقيقه، ولعبنا فينال مع جمعيه نسائيه بالمهديه اللي هي جمعيه معروفه معناتها في تونس على المهديه في كره اليد، بنات تاع الهوند يلعبوا هوند صحيح وكل، كيما تفرجتوا الناس الكل معناتها او ديبي مهمشنا شويه بتدخل على البريسيون تاع الماتش فينال وكل، والمهديه كيما قلت لك مناقش ماهوش سهل، الحمد لله معناتها قعدنا مسيطرين على اعصابنا ولعبنا جست بو في الاخر معناتها الحمد لله توجنا بالبطوله وربحنا ماتشونا. هذه كان معناتها ملخص معناتها تاع البطوله، وكيما تعرفوا معناتها احنا البنات تعبنا عام كامل حصل تعبنا والظروف تاع جمعيتنا يعرفوها الناس الكل، ضحينا مع بعضنا الناس الكل البنات استاذ تكنيك ضحينا وصبرنا برشا مع جمعيتنا، وكما يقولوها الوضعيه الماليه والازمه الماليه اللي تعدت بها جمعيتنا صحيح معناتها تعبنا شويه، ما تعبنا برشا لا محاله، اما قعدنا صابرين على جمعيتنا وهدف نتاعنا ما نحيناهوش من نقولوا احنا من الاوبجيكتيف نتاعنا قعد هو بيدو معناتها نلعبوا على تيتر. مع العوده فادي نتاعكم بعد بعد العوده نتاعكم بعد الكوفيد، اللي كانت معايا فاطمه البوري ما عرفتش كان سمعتها، حكيت على برشا صعوبات ماليه، تفضلوا شويه الاشكاليات هذم فادي. والله الحقيقه صحيح بعد الكونفينمون كل هو معناتها تعدينا الكونفينمون كامل، وقبل الكونفينمون كانت ظروفنا صعيبه وعنا اشهر معناتها برشا مناش خالصين وكل، كي رجعنا معناتها ثم معناتها كما يقولوها مشينا شويه معناتها حعاونونا شويه الجماعه اللي جاوا بعد الكونفينمون اللي رجعونا ولمونا الناس الكل، معروفين معناتها اللي كتلمت ما هو رجال الهوند كما يقولوها ورجعوا بعد الكونفينمون رجعونا عاونونا شويه فلوس الحقيقه يعطيهم الصحه، ومن بعد جات المسؤولين الجدد عطاونا شويه شهريه اخرى وتوا عنا وعود ان شاء الله تسويه الوضعيه نتاعنا ان شاء الله الايام القليله القادمه ان شاء الله. هو عطاكم شهريه؟ انا في بالي وعدوكم بزوز. من غير ما ندخل في الديتاي على خاطر الاجراءات معناتها نتاع الحاجه هذوك ما احنا خاتينا فيها معناتها، ما الحمد لله اللي قاعدين نحنا الريزلت نتاعنا ماشيه والوعود نتاع تسويه الوضعيه معناتها بعد الماتش الفينال ان شاء الله بتردي نشوفوا كان الخير. بنات الهوند فادي ظهر لي عندهم معزه خاصه عند بوبليك الكلوب، ظهر لي انتم سنه انتم الوحيدين المتوجين رغم الفروع الكل تعاني خلينا نقولها في نادي الافريقي، الا انتم كان انتم ظهر لي متوجين سنه. مش ظهر لي اما بالحق كان احنا المتوجين سنه،
خاطر كل سكسيون وكيفاش كيفاش وضعيتهم وكل. احنا البنات نتاعنا معروفين بنات الكلوب افريكان كي نلعبوا في التيران ما نحسبوهاش معناتها نهبطوا كما يقولوها رجال نعطيو كل ما عندنا ما نقصروش حق جمعيتنا ما ندخلوش ما نحاولوا باش ما نخرجوش ندمين نعطيو ما عندنا والتوفيق من عند ربي وهذاك علاش الغيره نتاعنا على المريول اللي خلى الجمهور يتعلق بينا ويحبنا ويشجعنا والحمد لله يا ربي ما خيبناهوش الجمهور اللي معلق اماله على الفرع نتاعنا وفرح برشا بالتتويج نتاعنا نتاع البطوله عام سنه خاطر ظروف استثنائيه في الجمعيه سبحان الله الجمعيه معناتها صار فيها كريز ولا غالب مش باش نعملوا احنا هذيك الظروف اللي جات توا مانيش باش نعملوا حاجه معناتها قولوا لي واحنا اكسبسيون احنا نعيش في جمعيه لا غالب ظروف جات وديتها نحاول نتاقلموا ما نقصروش احنا من ناحيتنا حق جمعيتنا وهذيك الجمهور اللي خلاه يقدرنا ويشجعنا ويفرح باللي غزلت نتاعنا الافريقي نادي كبير ويلعب كان على الالقاب وطونك احنا عندنا فرص باش نجيبوا لقب لجمعيتنا رانا ما نسلموش فيه ونحاربوا على جمعيتنا جوسكوبو. وبالنسبه للازمه الماليه ان شاء الله بقدر ربي شويه شويه الخنقه تتحل ونفرحوا الناس الكل وبقدر ربي ما نصورش اللي جمعيتنا معناتها باش تعطينا بالظهر وباش يقفوا معانا. نشكر المسؤولين الكل اللي خدموا معانا واللي يخدموا معانا اكتوالمون العباد الكل قاعده تجري تحب تحسن السيتياسيون وقلت ربي ان شاء الله فما كان الخير واحنا توا فرحنا بالبطوله وسقينا في القاعه على خاطر عندنا دوزيام اوبجيكتيف لازم نخدموا عليه سباق الكاس تونس مازال جوستومون السؤال الاخير فاديه نجم بيبليك الكلوب يحلم بالدوبلي ان شاء الله تلعبوا نهار سب في المهديه هو الجمهور يحب وكما قلت انت يحلم واحنا نكونوا واقعيين سقينا في التيران كل ماتش وماتشوه الكوب مش كيما الشامبيونان المهدية جمعية محترمة على الاخر على الاخر على الاخر دونك ديما لازمنا نقراو حساب المنافس نتاعنا وطونك عندنا امل زاد ان باش نجيبو تيتر اخر لجمعيتنا رانا باش نقعد نحاربوا عليه وماناش باش نترخاو وماناش باش ندخلوا بحتى قطرة عرق على خاطر مريول وعلى خاطر جمعيتنا وباش نفرحوا جمهورنا احنا نخدموا وربي ان شاء الله التوفيق من عند ربي سبحانه وان شاء الله الظروف كل تكون ملائمه للفرع نتاعنا باش نجيب تترويت خاطر قادر باش نجيب تترويت وقادر في الموسم المئويه زاد يزيد تترويت اخرين ما كل موسم البنات قاعد تقدم وتجيب تترويت دونك من حق جمعيتنا وواجبنا ان نجيب لهم تترويت ومن حق الجمهور يفرح ومن واجبنا نفرح الجمهور نتاعنا يعطيك الصحة شكرا لك فادية العمراني ميرسي ونحب نشكر الحقيقة زاد جمهور الكلوب اللي واقف معنا ويشجع فينا ونشكر العباد كل اللي قاعدة تعاون فينا وتدعم فينا واحنا رانا كما يقولوها ولائنا للشعار ولائنا للكولور والفريق يتعيش ان شاء الله يعطيك الصحة شكرا لك فادية وبالتوفيق ان شاء الله في بقية مقابلات الكأس ان شاء الله فادية ولك انت كيف كيف لبقية الفرق فاصل موسيقى وبعد نستقبلوا لاعب ليسبيرونس حازم باشا